رئيس السيسي يزور اليوم جزيرة كريت للمشاركة في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان. رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يؤكد استعداد بلاده لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر. ترامب يقول إن قمته مع زعيم كوريا الشمالية ستكون بعد الانتخابات النصفية. الثالثة صباحا الواحدة بالتوقيت غرناتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن رئيس السيسي سيزور اليوم جزيرة كريت في اليونان، وأشار راضي إلى أن الرئيس سيشارك في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها السادسة، موضحا أن زيارة الرئيس ستشهد أيضا عقد لقاء مع رئيس الوزراء اليوناني وآخر مع رئيس القبرصي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كل الأصعدة ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. قال رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لاشي أن باريس ستسعى بالفعل إلى زيادة استثماراتها في مصر وتدعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتعتبرها غير مسبوقة ومبشرة. وخلال لقائه برئيس مجلس النواب علي عبد العال في مقر مجلس الشيوخ أشاد أن فرنسا بجهود مصر في محاربة الإرهاب وما نتج عنها من فرض للأمن والاستقرار. من جهته أوضح عبد العال أن مصر تسعى إلى تحقيق موازنة بين حاجتها للتعامل مع خطر الإرهاب والتطرف الديني في إطار من احترام حقوق الإنسان. وأشار عبد العال إلى الكلفة التي تتكبدها مصر جراء اضطراب الأوضاع في عدد من دول المنطقة، مؤكدا استعادة مصر لاستقرارها وإسهامها في تحقيق استقرار المنطقة. قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن هناك حاجة لإجراء المزيد من المحادثات مع سوريا قبل إعادة فتح معبر نصيب. ولفت إلى أن اللجان الفنية من البلدين والتي بدأت المحادثات بينها في منتصف سبتمبر الماضي لم تنتهي بعد ترتيبات عملية إعادة فتح المعبر. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لقاءه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيكون بعد الانتخابات النصفية لأعضاء مجلس النواب الأمريكي والتي ستجرى في 6 نوفمبر المقبل. وكان ترامب أعلن الاستعدادات لعقد قمة ثانية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي قطعت شوطا، وأن البحث عن مكان إجراء اللقاء انحصر الآن في 3 أو 4. أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن الإعصار مايكل اكتسب المزيد من القوة وتحول إلى الفئة الثالثة من أصل 5 ويواصل تحركه باتجاه سواحل فلوريدا. وأضاف المركز أن الرياح المصاحبة للإعصار تبلغ سرعتها القصوى 195 كيلومترا في الساعة، مشيرا إلى أن الإعصار يبعد حاليا 135 كيلومترا من السواحل الأمريكية. تم هذا الموجز، وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا extranews.tv. إلى اللقاء.